وانا اذا كنت بدفع يوميه العمال اللي شغالين عندي ده حل مؤقت، لكن احنا عاوزين حل نهائي. وانتوا كبار بلادكم، والمشروع زي ما هيفوت من عندنا هيفوت من عندكم، لانه واخد من مصر الاسوان. واحنا يعني اللي حنقف قبال الحكومه يا حاج؟ ما حدش قال كده يا ابو ذكري. انت شايف ايه يا حاج؟ شور علينا. انا شايف ان الخير كتير، كل واحد فينا عنده فدادين طين قريبه من الطريق ما بين البحر والجبل، فلو كل واحد فينا اتنازل للحكومه عن كام فدان عشان يبعدوا بالطريق عن الجبل، في اكتر من مصلحه. واحد، هنحافظوا على شغلنا. اثنين، عمليات راس في المشروع الجديد ما تطلعش برانا، وانا شايف ان المحجر بيجيب احسن من الطين. ها انتوا ايه رايكم؟ احنا لسه نستنى وندوا طين للحكومه ويجوا بعد كده ياخدوا المحاجر، يعني لجبل ولا طين. احنا معاجرنا حاجه صغيره. انت من زمان بينك وبين الحكومه مصالح كبيره، يعني لما تقع معاهم ما تصدرناش معاهم يا حاج. انا مستعد ادفع لكم جزء من فرق ثمن الارض. الارض لا، انت خدت كثير ادفع. مستعد اشتغل من ورا الحكومه واشغل معداتي في اي حاجه، وبصراحه انا معاد نومي جه. خلاص مدام كل واحد فيكم قال يلا نفسي، انا كمان لو لقيت حل هيبقى لنفسي. مع السلامة. مع السلامة. دلوقتي العملية اللي حيفتحوا المظاريف بتاعتها بكرة حنعملوا ايه فيها؟ انت كنت مقدم فيها؟ لما سألتك قلت لي لا. كان نفسي اخد حاجة من تحت درسك مرة. بكرة قريب على اللي مستنيه. اتعشيت ولا هتعشى ببيتكم؟ والله واكلكم حلو. مناع. ايوه نعم يا عم الحاج. حط الوكل لعمك ابو ذكري. مناع. مناع له. تصبح على خير. وانت من اهله. تصبح على خير يا ولاد. لا لا لا. مساء الخير يا عم الحاج. ازيك يا فرحة، عاملة ايه؟ الحمد لله. اسم الله عليك يا عم الحاج. زهر عيني شغلة لتويلي خلتني. اسندك يا عم الحاج؟ لا لا انا تمام. الزهر السلم داخ من كتر الطلوع عليه. والسلم هيحس؟ ما حدش حاسس انه هيحس. الكل يدوس ويطلع. الكل يدوس وينزل على السلم. رجالة وحريم. عيال وكبار. ده كده السلم دماغه توجعه. الهم عليك تقيل، طول الليل والنهار شغل، الله يكون في عونك. ياه يا بنتي، أول مرة حد يدعي لي غير أختي توحيد. حق الدنيا كلها هتدعي لك، كفاية البيوت اللي أنت فاتحها. محدش عايدعي ولا حاجة، كله عاوز وبس. كل واحد يصحى الصبح يفكر هياخد إيه من الحاج محمد النهاردة. الطمع في الغالي.
انت مش عايزه حاجه؟ عمري ما تمنيت من ربنا حاجه الا وحققها لي. الله، يبقى قلبك ابيض. يمكن. ادعي لنا، يمكن ربنا يستجاب لدعائك. يا رب يا رب يا حاج محمد يفك ديكتك ويرزقك، يرزقك بفرحه من عنده. قادر يا كريم. دي بشرة كبيرة، وأنا مستني الفرحة يا فرحة. تصبح على خير. وأنت من أهل فرحة؟ نعم. اطفي النور وردي الباب وخلي بالك من روحك. حاضر، تصبح على خير. وأنت من أهل. كويس انك جيت يا كامل. كان لازم اقول لك مع السلامة يا ابوي. ربنا يبارك لك يا ولدي. خيري. هتقعد مطرح يوم واحد وراجع. حاضر. حماد وجوده يسمعوا كلام خيري. حاضر يا حاج. العملية رست علينا. عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة يا حاج. لما مهران يصحى عايزك تاخده وتوكله وتفسحه في حتت حلوه. حاضر. طب وانت يا عم الحاج؟ انا رايح مشواري دلوقتي. مش هتستريح؟ انت ما نمتش. الزمن يا مناع سبع فاتح خاشمه عايز ياكل اللي يستناه. خليك جنب مهران عشان ما يتفزعش. ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا بالراجل الاصيل. لا مؤاخذه يا باشا، ما جبتلكش المكتب. مكتب ايه يا راجل؟ هنا احسن، البيت بيتك. ده العشم برضه. اتفضل. خير يا حاج؟ شوف يا باشا، انا مش هطول عليك ولا هعيد ولا هزيد. الظرف ده فيه صوره من كل المستندات اللي تثبت حقي في المحجر. كل اللي عاوزه من سعادتك أمر بإعادة تشغيل المحجر، يعني عشان العملية اللي مستنياها الناس الغلابة. يعني دي بيوت مفتوحة، العملية تخلص أنا والحكومة نتفاهموا في الحقوق، وعندي بدل الحل 100 حل. مش عارف أقول لك إيه يا حاج، جمايلك كتيرة. لا جمايل ولا حاجة، بس هو ده طلبي الوحيد. عموما يا حاج، دي فرصة عشان أرد لك دين قديم في رهبتي. لا هقول لك إرهاب ولا انتخابات ولا جدعنة، كل الحاجات دي معروفة، لكن دينك الشخصي هو اللي نعرفه. استغفر الله يا باشا. انت لولاك يا حاج كان ابني غرق من 20 سنة عندكم لما كنت بخدم هناك، فاكر يا حاج؟ دي إرادة ربنا. اللي عملته معاه ما قدرتش أعمله مع ولدي. عموما تشرب يا حاج، الوقت خدنا. قهوة شربتها خلاص. دي صورة المستندات. سلام يا راجل يا أصيل.